السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نحضر لكم او نهضر معكم على الطريقه باش اننا نحضروا اليخضور او الكلوروفين. هي الماده الخضراء اللي كتكون موجوده في النباتات او العشوب أو في الاعشاب او في الخضر اللي عندنا في الطبيعه ديالنا. عندنا بزاف ديال الاشياء اللي هي خضراء، كما قلت لكم عندنا بزاف ديال الاشياء اللي هي خضراء. عندنا في الخضار، في الاعشاب، مثلا قزبور، معدنوس، الكرافس، شنو كاين اخر في الخضار؟ عندنا الخيار، عندنا البروكولي، عندنا لي زيبيناغ، عندنا السلق، عندنا الخبيزه، عندنا الخضار ديال الشعير والقمح. المهم شوفوا فين ما بنت لكم شي حاجه خضراء عرفوا فيها اللي يخضر فيها الكلوروفين، وهذا الكلوروفين راه مفيد بزاف للجسم ديالنا. اولا هو مضاد للاكسده، هذه عيل تشوفوا الحاجه فيها مضادات الاكسده فخذوها، ما تبقاش تسناو شحال فيها شنو فيها اخر. مازال مضاد الاكسده مفيده، ما نزيدش مازال هضره. اي حاجه مورا مضادات الاكسده راها نعمه، هي مضاد الاكسده فهي ديجا بوحدها كافيه. انا غادي نوريكم الطريقه ديال انا كيفاش كنحضر انا هذا العصير هذا او هذا اليخضور. كناخذ انا بصراحه شخصيا هذه مده سنه وانا عايشه على هذا النظام هذا، فكناخذ تقريبا جوج ديال الربطات ديال القزبور. كناخذو كما قلت لكم جوج ربطات ديال القزبور اللي كنكونوا لقيناهم، وكناخذو جوج ربطات ديال المعدنوس كذلك كنكونوا لقيناهم، واحد الربطه ديال الكرافس اللي تكون مزيانه، وكناخذو معاها واحد الكميه كبيره ديال الخضور ديال الشعير والقمح، وهذا حتى هو كيدخل في النظام ديال الكلوروفين، لان هذا الخضار ديال الشعير فهو ماده سميتها الخضور. فغادي ناخذ هاد المكونات هادو كلهم كيكونوا مغسولين ومجففين، كنخليهم مثلا كنوجدهم انا بالليل كنغسلهم مزيان، كنديرهم فشي شبكه تكون عندها عوينات ديالها واسعين بحال هكا باش ان الماء يهبط ليا بطريقه سهله ومبسطه، وكنبقى بحال هكا كنبقى ندير لي بحال هكا باش دائما داك الماء يهبط ليا. كنديرو في هاد الشبكه وكنديرو في الفريو في الثلاجه عندي بقى حتى الغد ليا باش انا نبقى نشف وكندير به العصير. غادي تشوفوا الطريقه اللي كندير انا ديال العصير. هذه هي لا سونتر فيزوز، هذه انا بصراحه خديتها ب 400 درهم، ماشي شي حاجه غاليه، ولكن الحمد لله دابا تقريبا قبل من العيد الكبير باش انا خديتها. حنا دابا في عام 2025 ابريل 2020 دابا حنا. نوريكم كيفاش الناس اللي بغاو يتعلموا كيفاش يخدموها. فهي هكا كتكون كتسد، عندها واحد جوج ديال البليص هنا باش كتسد، كنحزرها كنحيد هادي، عندها هادي اللي كتبقى تبركي بها باش انا كتخشي بها الخضر ولا الفواكه، وعندنا هادي الشبكه ديالها كنهزها من هنا من هاد البلاصه باش كيخرج العصير، نديرها بحال هكا باش نهزها باش تخرج. يعني عندنا هادي شبكه كتصفي وفي نفس الوقت كطحن عندها سنينات، شفتوا هادي مجر فاش كترمى الخضر او اي حاجه كتعصرها، كان فين كترمى كنحطوها بحال هكا، ومن بعد كتحطوها هادي هكا. هادي هذا خصو يتخشى هنا باش يشد لينا المجر، وكنبرك هذا تندير لي بحال هكا حتى تيدخل مزيان كيشد المكان ديالو. صافي دابا راه شد المكان ديالو، كنهزو هادي كنعاود نحطوها عندها، هادو ها خصهم يتخشاو هنا بحال هكا. صافي وكنهز وكنبرك على هادي، كنبرك على هادي بحال هكا وكندير هذا هكا. صافي كنبرونشي الخيط ديال الضو، هادي مناش كتخدم فيها يعني السرعه خفيفه والسرعه قويه، يعني باش تسرعي العمليه ديال عصر الخضر. المهم انا كما وريتكم دابا خدينا، انا خديت عيد اربعه ديال ثلاثه ديال المسائل، قزبور معدنوس والكرافس وهذا واليخضر ديال الشعير والقمح. تقدروا تزيدوا كما قلت لكم الزيبينا غتزيدوا، المهم نتوما ملي تمشيو السوق تقداو اي حاجه بانت لكم في هاد الحشائش ديال الارض خضراء خذوها وديروها ديروا بها العصير.
لان مفيد حتى هو العصير، لان ما نقدروش مثلا دابا حنا باش نستافدوا من الياخدور راه ما نقدروش ناكلوا جوج بطاطا قزبور وجوج بطاطا ديال المعدنوس في دقه، ما يمكنش لانه دوك الالياف اللي كيكونوا في دوك الحشائش ما نقدروش، المعده ديالنا ما تقدرش تهضمهم بسرعه، مي العصير بسرعه كيستافد منه الجسم ديالنا. فكناخد واحد شويه مثلا بحال هكا وكنبدا نديرو في وسط المناده، تنبرك تندير غير سرعه سائله كيما شفتو قزبر معدوس. غادي ندير معاه هذا الشعير، ناخذو ديال الشعير بحال هكا ونديرو. نتوما كتكونوا ديك الساعه ماكينه يعني هاد السونتر خدامه كتديرو كتبقى ترمي بهكا كتهزو كتترمي غير باش انا ما نديرش الصوت، لان الصوت ما غاديش يخليكم تسمعوا واش كنقول. فصافي هكا كتكونوا كديروا هاد الحشائش ديالكم ما تبقاوش تبركوا بزاف. انا كنوريكم حيت انا هذه مده وانا يعني كنستعمل هاد الاله هذه، فما تبقاوش تبركوا عليها بسرعه وتضغطوا عليها، لان غادي تولي بحال غادي تبلوكم، ما تبغيش تحل لكم بطريقه مزيانه. هي عاد يوصل ليها الربيع لداخل ان فوا توصل لك البلاصه اللي غادي تطحنهم ديك الحكاكه اللي كتكون عندهم لتحت، فغادي تبقى تدور وغادي تجرو كيبقى يدور بسرعه بحال هكا. صافي كملنا يعني كلشي الحشائش ديالنا، قزبر معدنوس والكرافس. المهم الكرافس هو بصراحه الدكتور فيه تيقول يقدر يكون مسببات ديال الحساسيه، فاللي عنده مشكل فيه ما يبقاش يديرو. انا شخصيا كنعملو شحال هادي ما حسيت حتى بشي حاجه، فبالعكس فادني بزاف. فمن بعد ملي كنكملو كتشوفو كنحيدو هذا وكنحيدو سميتو، لانه غادي نلقاو بان مازال واحد الكميه كبيره ديال هاد نهزو هادي باش ما تبقاش تسيل، باش ما تكفح ليناش العصير ديالنا سميتو. شوفوا شحال ديال سميتو درنا وشوف شحال خرجنا، ولكن هذا راه فيه يعني لو بيغ ديال هاد سميتو لي يخضر. هذا رائع، مره في النهار الواحد يشرب بحال هكا فحمل نفسو بزاف ديال الاشياء. كتاخذوه وكتلقاو بان باقي. شوفوا هذا غادي نعاودو نديروه في واحد الوعاء بانيو مثلا، كنديروه هنا في هاد البانيو ونخوي حتى داك المجر اللي كيكون عندنا اللور كيكون فيه يعني هذا الشيء اللي كيترمى فيه، ونهزوه نديرو في هاد البانيو كلشي هادشي نديرو في البانيو. هذا حتى هو كيكون فيه الخضور شتو تيبقى شي كيبقى داكشي مازال ما طحن مزيان، لان هادي اللي خديت انا هي بصراحه ما غالياش و على قد الحال. الانسان اللي ما عندوش الفلوس بزاف ما يعني كاينين غاليين، كاينين حتى ل 2000 بحال هاد المسائل كطحن تصفي داكشي مزيان، يعني كطحن نيت الخضر بمعنى الكلمه. ولكن كيما قلنا حنا بغينا نمشيو على قد حالنا. غادي ناخذ هذا عاوتاني وانتم تشوفوا باش ما نضيعش فانا هادشي كله، لان بصراحه ما الا رميتو فراه غادي نكون رميت اكثر من النص ديال العصير. هنايا كنرد هذا بلاصتو وكنجيب هذا، نعاود نردو المكان ديالو
نحضر يعني باش يدخل بلاصتو ونغطي نجيب الغطاء. وهذا اللي حيت هذا نردو نطحنو عاوتاني مره اخرى، بمعنى انني غادي نشدو بحال هكا ونضغط عليه حتى نديرو كله ماشي ندير بشويه كله، غادي نرجع نديرو هنايا صافي. درتو كله في المكان ديالو وكنبقى نبرك عليه بحال هكا، نضغط عليه مزيان باش يكون مضغوط وصافي. كنخدم عاوتاني الماكينه ديالي، ملي كنضغط عليه كنبقى شاده بحال هكا، لان اول مره فاش شريتها بحال هادشي وقع ليا، طحنت منين جيت نشوف في المجر لقيت كلشي بقى هكا، بقيت نقول مع راسي تيوي شنو شريت انايا، ما شريت والو، هادشي كلشي عاد تخربيق وهادي، وانا مسكره الطريقه باش انني نقدر نستغلها مزيان. درت لها وليت نطحنها جوج مرات بحال هكا. يدينا ديما تتبقى هكا باش ما يدوز ليش هذاك الربيع بسرعه يمشي، تبقى شاداه باش ديك الماكينه تتبدا تطحن، وديك الشبكه اللي كطحن تطحنو دغيا. الا بغيت نسرعها كنسرعها بهادي كتولي تطحن بسرعه. باش كتقطر كل هذاك ما كيبقى، كنهز هذه هكا باش ما تبقاش تقطر وكنحلها. كتشوفوا بان داك الشيء اللي عاود ردينا تطحن مزيان، هذا الشيء كله ما غاديش نرميه لان غادي نديروا به بزاف ديال المسائل. انا ما ترميش حتى حاجه، واخا كنطحن تيبقى هذاك التخت اللي كيبقى كنعمل به بزاف الاشياء. كنهز هذا بحال هكا وكنحل باش نهبط ما تبقى من العصير هكذاك ما تسبق حتى حاجه صافي. كندير بروشي الماكينه ديالي كنمسحها، ضروري نمسحوها باش ما نخلي فيها حتى شي حاجه. بصراحه انا كتنفعني هاد الماكينه بزاف من الحوايج اللي شريت انا وفعلا ما ندمت عليهمش، لان كاين شي حوايج كنشريهم صراحه هي كنشريهم صافي ما كنستعملهم حتى لحاجه وكنشريو وكنحطو في الدار، وهذا الشيء ما مزيانش. الانسان يشري الحاجه اللي غادي يخدم بها اولا الحاجه اللي غادي يستعملها، الحاجه اللي ما غاديش يعني تخرج فلوسها فلاش غادي نشريها اصلا كما قلنا. صافي مسحوها مزيان، حيدوا منها كلشي داكشي. انا درت هذا الطرشون من فازك شي شويه، من بعد ندير طرشون يكون ناشف باش ما تبقاش ليا فازكه، نردوها لبلاصتها ونرجعوا نكملوا ما تبقى. غادي ناخذوا هاد البقايا ديال زبور معدنوس وسميتو لي الطحنة، غادي نديروهم فواحد العلبة، أنا مكنرميهمش، غادي نوريكم شنو غادي نديرو بيهم. المهم نحاول ما مكان كلشي هادشي لي كاين نديرو نجبدوه نديرو في العلبة. هذا حتى هو لأنه كيكون باقي فيه. كلشو كنحيدو كلو صافي. هذا سميتو هاد العلبه هادي غادي نخليوها شويه منفسه، ما نسدوش عليها ونديروها في الثلاجه دابا، حيت انا لقيتو كتلقاو سخون شي شويه بحكم السرعه باش كدور الاله، فهي بحال كيوقع احتكاك تتولي اي حاجه كتولي سخونه. صافي كنخليه
وغادي نرجعوا لهذوك المسائل الاخرى. العصير ديالنا باقي في القاروره في القريعه ديالو سديت عليه. هادو هما المسائل الاخرى اللي خصني نوريكم. هادو غادي تقولي لي نعيمه واش حتى هادشي حتى هو غادي ديريه لينا. المهم هادي ما فيهاش شي حاجه كثيره تذكر، ولكن كنقولوا الفوائد ديال الحاجه هي اللي كتخلينا نديروا هادشي اللي كنديروا دابا نيت. غادي ناخد انا كما وريتكم بانني كندير الماء المقطر. غادي ناخد الماء المقطر اللي عندي وغادي نشلل به هادو لانه عامر باليخضر. ماشي غادي نسد هكا هذا مسدود، كنحاول انني نشللها بطريقه تسنحيت كلشي هاد اليخضر اللي عندي هنايا. هذا ممكن انكم تشربوه، ممكن تشربوه لانه ما فيش حتى شي حاجه، يعني سميتو غادي ديروه في كاس ديال سميتو وتشربوه. بون ما بغيتش انا اش كندير، كنجمعو نتوما غادي تشوفوا اش كندير به. هادي حتى هي انا فيها بزاف. المهم هاد المسائل كاع باش انا اللي خدمنا في هاد الماكينه ديالنا كلهم غادي نحاول ما يمكن انني ندوز عليهم شويه الماء ديال الماء المقطر باش نزول كلشي هاد اليخضر هذا اللي عندي فيه ما يبقاش صافي. خديت كلشي داك البقايا ديال الخضر ديرو في قرعه ديال الزاج. مرينا هاد المجموعه ديال المراحل. المرحله الاولى هو اننا طحنا غسلنا الاعشاب ديالنا اولا الحشائش ديالنا، قزبر ومعدنوس والكراس وكل ما هو اخضر طحناه، استخلصنا منه هذا العصير اللي هو 100% طبيعي، يا خضور طري اللي يمكن الانسان يستفد منه 100%. كما قلت لكم هو اول حاجه مضاد للاكسده، بعد كاين اشياء اخرى. فاللي بغات تعرف القيمه الغذائيه غادي تدخل قناه الدكتور فايد وغادي يعني يعطيكم شروحات اكثر، يعني شروحات علميه وطبيه، فهو كي هو متخصص في الاغذيه، فهو غادي يعطيكم اكثر مني. هنا داك البقايا اللي بقاو ليا في الاله اللي باش طحنت غسلتهم، يعني بحال تقولوا شللتهم بالماء المقطر ودرتهم في هذه القاروره هذه. المهم هذا غادي نخليه للتجميل، هذا عصير نشربوه، وهذا هاد البقايا ديال الحشائش غادي نحتفظ بها في الثلاجه. اول حاجه هو انني غادي نحتاجو غادي نشرمل به الخضر. مثلا بغيت ندير جزر مشرمل، بغيت ندير زعلوك، بغيت ندير اللوبيا مشرمله، بغيت ندير الحريره، بغيت ندير شوربه، بغيت ندير صوبه، اي حاجه فهو غادي يليق ليا، ما يمكن ليش رميه. مثلا نقدر مثلا درت صوبه نهز واحد شي شويه ونحطو فوق من الصوبه وناكلو اخضر وناكلو، فهو مفيد لانه الياف اللي فيه مفيده جدا جدا للقولون والمصارن والكر، يعني حتى المعده، فهو غادي يساعدكم كيفية كثيره. انا من الاشخاص اللي كيعتمدوا على الطريقه هذه في كل شيء دائما، فتلقيني دائما هزه واحد شويه دايره في اي حاجه، شوربه صوبه حسوه في اي حاجه غادي ينفعكم. فهذا ما تيترمش حتى هو لانه غني بالالياف، الالياف اللي غادي تحتاجها عندنا القولون. هادي غادي نخليها حتى تتبرد مزيان ومن بعد كنسد عليها وكنديرها في الثلاجه، يعني عندك حتى يومين هكا كنستعمل لان انا غادي ندخلوه في الاشياء بسرعه ما نخليهوش يضيع. هذا كما قلت لكم هذا للتجميل، غادي ندير عليه واحد غطاء ديال القاروره وغادي نخليه في الثلاجه وحتى يتلق ليا مزيان هذاك اللي خضور في الماء، ومن بعد غادي نصفيه وغادي ندخلوه في التجميل. هادو غادي نخدمو مع بزاف في الوصفات التجميليه اللي كنقدم لكم. هذا عصير، العصير ديالنا هذا غادي تشرب كي كنوجدوه كنضيفو ليه العصير. اش هادو غنضيف ليه؟ غادي ناخدو العصير ديالنا وغادي نضيفو ليه واحد المعلقه صغيره ديال الكركم. الكركم اللي معرفش الكركم يبحث عند الدكتور فايد فهضر عليه، فهو مضاد للالتهابات اللي يعني اللي عندنا في الجسم ديالنا وضاد للاكسده،
فهو كينقي البشره، ينقي الجسم ديالنا، كيعطينا الانسان اللي كيدوم عليه كيعطي للبشره ديالنا واحد النضاره وواحد اللون تيولي عندنا في البشره ديالنا رائع جدا. فكنضعوه على هكا كنحركو، يعني نحركو مزيان حتى يندمجوا لينا مع بعضياتهم، وكنشربوه بصحتنا وعافيتنا. فالجسم ديالنا كيستافد جدا بهذا العصير، بالاخص في هذا الشهر الكريم. ما تترددوش انكم ديروا هذه الانواع ديال العصيرات، لانه غادي تستافدوا وغادي تخرجوا هذا رمضان ان شاء الله وانتم نقيتوا الجسم ديالكم من السموم، وفدتوه بمجموعه ديال الفيتامينات والاملاح والالياف اللي كناخذوه منه، لان هذا العصير اللي درت راه مازال فيهم الالياف الذائبه. ما تنساوش، لان صفينا عير داك الشيء اللي غليظ وما باقي، لان ما صفيناش ب 100%، فغادي يفيدكم بزاف. المهم انتم كتشوفوا حصلنا على مجموعه ديال الاشياء، كان واحد الحاجه العصير ديالنا هو تنقدموا لكم بالصحه والعافيه، وان شاء الله يا رب العظيم يكون عليكم يدخل، يعني تشربوه بصحتكم وعافيتكم وتنقصوا الوزن وتلقاو صحتكم ان شاء الله. هذا ديروا في النظام الغذائي ديالكم فهو مفيد جدا. انا هذه مده عام او سنه وانا كنشربوه، ففادني بطريقه مهوله جدا جدا. فانا كنقدمه لكم وان شاء الله ينفعكم بصحتكم وعافيتكم. على يعني بالملاحظه، يعني ان هذا العصير هذا ملي كنشربوه فالجسم ديالنا كيتستافد منه بسرعه بسرعه بسرعه، فهو كيتوزع على الجسم ديالنا بواحد الطريقه اكثر من اننا كنشربوا الماء. فهذه معلومات يعني انا لقيتها عند الدكتور فايد، لانه كيهضر على هذه المسائل، يعني هو خبير وبروفيسور في هذا المجال ديال الاغذيه، ف دخلوا لعندو غادي تستافدوا. انا كنحاول انني نقدم لكم تنطبق الاشياء اللي كيقول هو، يعني في الخضار او في الاشياء كنطبقها باش انكم تستافدوا. خليكم ان شاء الله باش انني نقدم لكم ان شاء الله حاجه اخرى اللي غادي تنفعكم في الجسم ديالكم. خليت لكم راحه ومع السلامه. هل يخدور؟